لكن بالنسبه للاجهاض المتكرر دي بنحكم عليه لما يكون في اجهاض مرتين او اكثر. يعني اجهاض مرتين ورا بعض بنقول عليه اجهاض متكرر. كان في الاول بنقول الاجهاض المتكرر ده ثلاث جنين متوافقين ورا بعض، بنقول دلوقتي ما بنستناش ثلاثه، بنقول اثنين او اكثر بنحكم عليه اجهاض متكرر. طبعا اسباب الاجهاض المتكرر كتير جدا. زي اذكري لنا بقى كام سبب، وكمان طمني لنا المرأة، يعني لأن بيبقى في ناس قوي بيحصل لهم ضربات كده نفسية من الإجهاض المتكرر. ان شاء الله. اتفضل. بالنسبة لأسباب الإجهاض المتكرر، يعني أكثر سبب بيكون الأسباب الجينية. الأسباب الجينية دي تقريبا أكثر من 50% من يعني من الأسباب، لأن الأجنة نفسها اللي هي بتظهر دي بيكون فيها خلل في المادة الوراثية نفسها. تمام. السبب الثاني بيكون في اسباب مناعيه زي كده، حاجه اسمها انتي فوسفوليبيد سندروم، بيحصل تكوين اجسام مضاده ضد الجنين نفسه. تمام. بعد كده في مثلا مشاكل في حاجه اسمها قابليه للتجلط، قابليه التجلط دي اللي هي التروبوفيليا، بيحصل جلطات صغيره كده في النشيمه فبتمنع وصول الدم للجنين، طبعا الجنين يموت. طيب في بقى كمان مشاكل في الرحم نفسه، تشوهات في الرحم النفس، عيوب خلفيه، حاجز رحمي او رحم ذو قرنين او اورام ليفيه، اورام ليفيه في الرحم، وخصوصا لو كان الرحم الورم اللي فيه حجمه كبير ومتبني داخل تجويف الرحم. ده من ضمن الاسباب اللي بتعمل اجهاض متكرر. كمان الانابيب، الانابيب تلوب لو فيها ميه بترجع الجنين ممكن تموت الجنين. وفي سبب مهم جدا جدا للاجهاض المتكرر اللي هو عضله عنق الرحم، بيحصل فيها ترهل او ارتفاع عضله عنق الرحم، وده غالبا بيكون الاجهاض فيها بالشهور المنتصف الحمل، الخامس والسادس والسابع. دي اهم الاسباب اللي بتعمل الاجهاض المتكرر عند السيد الحمل. طب وهي المراه ازاي تتجنب الاخطاء دي؟ هي في حاجات لا يمكن تجنبها، يعني في حاجات زي مثلا الاسباب الجينيه. زي الاسباب الجينيه دي كل حاجه لها حل ان شاء الله. الاسباب الجينيه ان شاء الله دي بتعمل حقن مجهري، بنعمل معاها حاجه اسمها بري جينيتك دايجنوزز، يعني فحص خلايا الاجنه مثلا، بنستبعد فيها الجنين اللي فيه الخلل الجيني ده. تمام. العيوب الخلفيه مثلا بتكون لو في حاجز رحمي بنستقصره وبنشيله، لو في مثلا هرمون الغده الدرقيه تحليل بسيط في الدم بتكتشف فيه الهرمون مثلا عندها نقص في الغده الدرقيه، بتاخد تعويض للغده هرمون الغده الدرقيه الحمل. عضله عنق الرحم لو فيها ارتفاع واكتشفنا اللي فعلا هو ده السبب، بنعمل مثلا حاجه اسمها ربط عنق الرحم. تمام. ممكن الاسباب المناعيه تمشي على حاجات اللي بتعمل سيوله الدم. تمام. فان شاء الله كل حاجه بتكون ليها حلها. طبيعي.